انتقل الكلمة الآن إلى الأخ حسن الحبيب، وهو ابن الشيخ محمد الحبيب المعتقل تعسفيا في السعودية، سيتكلم عن قضية والده. تفضل أخ حسن. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذه الدعوة للحديث عن قضية والدي الشيخ محمد حسن الحبيب. سوف أتحدث عن الوقائع التي أدت إلى اعتقاله. في 12 ديسمبر 2012 تعرض للإيقاف من قبل الجهات الأمنية أثناء عودته من السفر، والذي دعاه إلى حضور جلسة تحقيق على خلفية نشاطه في دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنديد بالتمييز الطائفي. لم يسمح له آنذاك بتوكيل محامي يحضر معه جلسة التحقيق، وأجبر على التعهد بأن لا يتطرق لمثل تلك الموضوعات. في 24 ديسمبر 2015 مرة أخرى، وعلى خلفية خطاباته التي كان يحمل فيها الدولة مسؤولية حماية الناس من الهجمات الإرهابية، ودعوته لإيقاف المنابر التي تدعو لقتل الشيعة ورجال الأمن، تعرض للاعتقال، تعرض للتحقيق والتعهد، مما دعاه للتوقف تماما عن الخطابة. في 8 يوليو 2016 تم اعتقاله أثناء محاولته السفر إلى دولة الكويت عبر منفذ الخفجي، بحجة محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني. وبعد 3 أيام من قطع الاتصال به، ورد اتصال هاتفي منه يخبر بأنه متواجد في سجن مباحث الدمام، حرم من حقه بمعرفة سبب تواجده في السجن، ولم يسمح له بتوكيل محامي يحضر معه جلسة التحقيق، كما لم يسمح له بالتواصل مع عائلته حتى ما يقارب 4 أشهر من الحبس الانفرادي. جرت العديد من المحاكمات في جلسات في قضيتين منفصلتين، فحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالسجن والمنع من السفر 5 سنوات، إضافة إلى السجن 7 سنوات في حكم سابق. في 27 أكتوبر 2016 اتهم بانتهاك التعهد المأخوذ عليه عام 2012 في الامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر، والنيل من العلماء ودعوة الناس للفتنة والطائفية والتحريض على ولاة الأمر، وشق عصا الطاعة كما ورد في لائحة الدعوة. في البداية تمت تبرئته في 10 أغسطس 2017، حيث اعتبرت المحكمة أنه لا زال ملتزم بالتعهد، ولم تجد أدلة كافية تثبت عكس ذلك، على الرغم من عدم وجود أي دليل جديد. وبعد ما يقارب 178 يوم نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة القرار في 4 يناير 2018، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات، استناداً إلى المادة الأولى من قانون جرائم وتمويل الإرهاب. أثناء قضاء العقوبة في 30 أبريل 2018، وجهت إليه تهمة السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات والتحريض على أعمال الشغب في القطيف، وتأييد أحد الإرهابيين ووصفه بالشهيد المقصود به الشيخ النمر، إضافة إلى حيازة الوثائق التي تشجع على عصيان الحاكم ومحاولة مغادرة السعودية إلى الكويت بشكل غير قانوني. تم توجيه الاتهامات الجديدة بناء على اعترافات أجبر على التوقيع عليها أثناء فترة السجن، وبعض المواد المنشورة أساسا في الإنترنت أثناء تم العثور عليها في المنزل أثناء تفتيشه. بالرغم من التكرار في توجيه بعض التهم التي صدر فيها حكم قطعي في القضية الأولى، صدر حكم أولي في 25 أغسطس 2019 من المحكمة الجزائية المتخصصة أيضا، يقضي بالسجن والمنع من السفر 5 سنوات. ولم تقت إلى الاعترافات المزعومة، على الرغم من مطالبتنا بتسجيلات الفيديو الخاصة بجلسات التحقيق. في ديسمبر 2019 أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر ونقضت فقط التهمة المتكررة، بقي الحكم كما هو وصودق لاحقا، لتصبح مجموع الأحكام السجن 12 عاما إضافة إلى المنع من السفر 5 أعوام. من واجبنا اليوم البحث عن طرق الإنصاف بكل الوسائل المشروعة والقانونية في داخل البلاد وخارجها عبر المؤسسات المؤثرة من أجل الحفاظ على قيمة العدالة في البلاد. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.